أتحدث باسم شبكة شام في حلب محمد الهادي. محمد، كيف هي الأوضاع في حلب؟ نعم، أعلنت غرفة عمليات هيئة الأركان اليوم في حلب بدء معركة القادسية لتحرير عدد من الأحياء الغربية في مدينة حلب. وقال بيان صادر عن الغرفة إن عددا من الألوية وكتائب الثوار بدأت فجر اليوم المعركة الجديدة، حيث تمكن الثوار من اقتحام حي الراشدين، ويقومون الآن بعمليات تمشيط وسط اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأسد. استطاع الأول من خلالها إعطاب دبابة لجيش النظام وقتل العديد من العناصر والسيطرة على ما يقارب 75% من هذا الحي، حي الراشدين الذي يتمركز فيه قوات النظام. كما تجري اشتباكات عنيفة في محيط بلدة المنصورة وقرب حي الزهراء، حيث توجد مدفعية الزهراء. أيضا لوحظ اندلاع حرائق داخل أكاديمية الأسد وفي البحوث العلمية، وهاتان نقطتان لقوات النظام إثر استهدافهما من قبل الثوار بعدة قذائف هاون وبعدد كبير من قذائف الدبابات من الثوار إلى هاتين النقطتين العسكريتين. معركة القادسية نستطيع القول بأنها معركة شرسة وقوية جدا تدور في حلب المدينة، وخصوصا في الأحياء الغربية، بسبب وجود عدد كبير جدا من النقاط العسكرية التي هي لا زالت بيد النظام السوري. هناك قوات من حزب الله ومن الحرس الثوري الإيراني تساعد النظام في هذه المعركة، لكن جيش الحرية تقدم وبمعنويات عالية باتجاه تحرير هذه المناطق. في ريف حلب أيضا استطاع الثوار وفي مطار منغ بالتحديد تفجير دبابة من نوع T-72، وهي من نوع متقدم لدى النظام، تم تفجيرها عن طريق صاروخ كونكورس من قبل الثوار، مما أدى إلى تفجيرها وهروب دبابة ثانية كانت بجانبها. ايضا الجيش الحر استهدف مطار كويرس العسكري حيث يتمركز قوات النظام فيه، استهدفوه بصواريخ محليه الصنع مما ادى الى اصابات مباشره في صفوف قوات النظام، فيما صد الجيش الحر محاوله اقتحام قريه لوضيحي في ريف حلب الجنوبي. من حلب المتحدث باسم شبكه شام في حلب محمد الهادي، شكرا جزيلا لك.